بالنسبة للفنانين توينسا، أكثر 10 نجوم عندهم متابعة على إنستغرام. في المرتبة 10 العارضة التونسية ريم السعيدي، يتابعوها أكثر من 668 ألف متابعة على إنستغرام. في المرتبة 9 الممثلة والمغنية والمقدمة عايشة عطية، 677 ألف متابعة على إنستغرام. الممثلة التونسية نجمة مسلسل ولاد مفيدة مروة العقربي في المرتبة 8 ب 756 ألف متابعة على إنستغرام. في المرتبة 7 الممثلة التونسية مرام بن عزيزة، يتابعوها على إنستغرام 825 ألف متابعة، موجودة معنا في السباق في المرتبة 7. من العمارة معاملة برشا ومراهنة برشا على إنستغرام، هي عام 2017 موجودة معنا في المرتبة 6 879 ألف مشترك على إنستغرام. غالي يلقى في متابعة كبيرة ومتزايدة، أكثر من 1,200,000 مشترك الغالي على إنستغرام، غالي المرتبة 5. في المرتبة 4 الممثل التونسي ظافر العابدين، ظافر يتابعوه على إنستغرام أكثر من 1,800,000 مشترك. في المرتبة 3 هند صبري الممثلة التونسية النشيطة عربيا، يتابعوها على إنستغرام أكثر من 1,900,000 مشترك. في المرتبة الثانية التونسي لاعب كرة القدم العالمي سامي خضيرة في المرتبة الثانية، سامي عنده أكثر من 4,300,000 متابع ليه على إنستغرام. في المرتبة الأولى كما من سنوات درة زروق نشيطة جدا على إنستغرام، النتيجة 4.6 مليون متابع لدرة زروق. درة في المرتبة الأولى.